السلام عليكم ورحمه الله ايها الاحبه سوره عظيمه جدا من اقصر السور في القران ولكنها غزيره بمعانيها. القران لو نزل فقط بهذه السوره لكفتنا نحن المؤمنين، انظر معي الى سوره العصر سوره قصيره فيها الشفاء فيها بركه فيها امر بالمعروف فيها ملخص لحياتك كامله. كلمة العصر أيها الأحبه لم تذكر إلا مره واحده في القرآن. اختص الله بها هذه السوره سوره العصر، بل أقسم بالعصر قال والعصر. النبي عليه الصلاه والسلام له حديث مهم جدا قبل أن نكمل تأملاتنا في هذه السوره العظيمه التي هي عباره عن سطر واحد فقط يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر يعني فقد أهله وماله. تخيل أخي الحبيب للحظة أن الإنسان يفقد بيته، يفقد عمله، يفقد أهله، وهذا نراه نراه اليوم في الأراضي المحتلة نراه كيف أن العدو يقصف الناس الأبرياء فيبقى شخص شخص يعود إلى بيته يجد الأهل.. والمتاع والمال والاولاد والزوجه والاقارب كلهم قد ماتوا فجأه فتخيل هذا الموقف هل تحب ان تعيشه؟ هل تحب ان تكون مكان هذا الرجل؟ لا احد يحب ذلك ايها الاحبه مع العلم ان هذا الانسان الذي فقد ماله وبيته في سبيل الله له اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى لان هذا بلاء من الله والصابر جزاؤه الجنه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب لذلك ايها الاحبه هنا انا اود ان يعني اتخيل معكم هذا الموقف ان كل يوم تفوتك صلاه العصر فكانما تعرضت لمثل هذا الموقف خساره في المال والاهل فمن اهميه هذا الوقت اقسم الله به وانزل السوره اسمها سوره العصر وكلمة العصر الله لم يذكرها الا في هذه السوره تكريما لهذه الكلمه، تكريما لهذا لهذا العصر لانه ثقيل وقت ثقيل، وقت مهم جدا الناس يغفلون عنه، الناس يكونون منشغلين وقت العصر والنبي عليه الصلاه والسلام غالبا ما كان يصلي العصر ويجلس ويذكر الله كثيرا حتى تغرب الشمس ويسبح الله استجابه لنداء الله عز وجل عندما قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فوقت التسبيح قبل الغروب ممتد من بعد العصر الى وقت المغرب هذا كله وقت تسبيح مهم جدا إذا لم تصل العصر وتسبح الله على الأقل 33 مرة كما كان يفعل النبي في كل صلواته سيكون حسرة عليك هذا الوقت والعصر إن الإنسان لفي خسر لماذا هنا أنا أريد أريدك أن تتأمل معي أخي الفاضل لماذا تحدث القرآن هنا عن الخسارة لم يتحدث عن الربح لأن معظم الناس خاسرون انظر اليوم الإلحاد الكفر الظلم أكل أموال الناس بالباطل اللهو العبث أكل الربا تضيع الوقت في كلام فارغ انظر معظم الناس خاسرون للأسف إلا هنا أداة استثناء ودائما الاستثناء يكون لشيء قليل يعني أنت مثلا في اللغة العربية تقول جاء الطلاب إلا فلان يعني شخص قد يكون الطلاب عددهم ألف طالب ولكن تغيب طالب فيقال الا كذا فاداه الا غالبا تستخدم لشيء قليل مستثنى فعندما قال الله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر يعني كل ال كل شيء اسمه انسان خاسر الا الا فئه قليله جدا اسال الله ان نكون منها انا وانتم ان شاء الله وارجو ان تكون من هذه الفئه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا هو الاسلام وهذا هو الايمان الا الذين امنوا يعني امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء خيره وشره آمن بعيسى أنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. آمن بالأنبياء جميعا. آمن بكل ما جاء به هذا النبي الكريم. آمن بكل الأوامر التي أمرنا بها الحبيب عليه الصلاة والسلام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أبواب الصلاح مفتوحة أمامك أخي الحبيب، أبواب البر. تستطيع ان تتصدق، ان تحسن للناس، ان تتكلم بكلمه طيبه. تستطيع ان تساعد انسان محتاج، تستطيع ان تفرج هم انسان. ابواب الخير لا تعد ولا تحصى، بر الوالدين. ان تتكلم بكلمه طيبه، ان تساعد انسان محتاج، ان تفرج عن انسان ولو بكلمه. احيانا الكلمه قد تدخلك الجنه اخي الحبيب، كلمه واحده. تواسي بها إنسان مظلوم إنسان محتاج إنسان كئيب إنسان مهموم تخفف عنه هذا الهم قد تكون هذه الكلمة سببا في دخولك الجنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة كلمة واحدة من رضا الله يرضي بها الله عز وجل يرضي بها الله عز وجل يدخل بها الجنة والرجل يتكلم بالكلمة يسخط الله عليه بها يدخل بها النار أو تهوي به في جهنم سبعين خريفا انظر فلذلك الأعمال الصالحة مفتوحة أمامك والوقت ممتد أمامك وكل يوم تستطيع أن تقوم بآلاف الأعمال الصالحة من ذكر الله على الأقل كف أذاك عن الناس <applause> يعني النبي علمنا الطريقة أنك إذا لم تقم بأي خير معدم ليس معك مال، ليس معك طعام، لا تعرف ان تتكلم ولا تستطيع ان تبتسم، وليس لديك اي وجه من وجوه الخير، كف اذاك عن الناس فهذا خير، تاخذ عليه اجر، <applause> تاخذ عليه اجرا ان تكف اذاك عن الناس، فلذلك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الشرط الثالث وتواصوا بالحق. ما معنى وتواصوا بالحق؟ كل امر فيه حق يجب ان تستوصي به، يعني مثلا على سبيل المثال لا تاكل اموال الناس، لا تكذب في تجارتك. اليوم اذا ذهبت الى الاف المحلات او المتاجر تريد ان تشتري سلعه. ما نسبه الصادقين بين الناس؟ اقصد ما نسبه الذي ينصحك نصيحة بعيدا عن تجارته وكسبه للمال نسبة قليلة ما نسبة من يصدقك ويقول لك هذا المنتج فيه عيب معين؟ طبعا التجار اليوم او الذين يعني يتعاملون بالبيع والشراء معظمهم يعتقد انه اذا صدقك وقال لك عيوب المنتج انك لن تشتري وسوف يخسر وهذا غير صحيح هذا غير صحيح على الاطلاق لو لو تواصى بالحق هذا الانسان واخبرك ان هذا المنتج فيه العيب كذا وكذا وكذا وفيه ميزات يعني كان صادق وصريح وقال لك هذا افضل من هذا ولا يعمل على ترويج سلعه ما بهدف الكسب المادي الكبير مثل هذا سيوفقه الله اذا صدق وسيربح اكثر ولكن للاسف الشيطان يغوي الناس ويجعلهم يكذبون في تجارتهم في تعاملاتهم في في حتى عندما يبيعك السلعه يبيعها باسعار مضاعفه لماذا؟ هو لم يتواصى بالحق يقول لك كل الناس يفعلون ذلك، هؤلاء الناس لن يشفعوا لك يوم القيامه فانت عندما تتواصى بالحق يجب ان ترحم الضعيف ان تخفف الغلاء عن الناس ان تخفف المعاناه عن الناس هذا معنى وتواصوا بالحق ان تنصف انسانا مظلوما هذا نوع من التواصي بالحق ان تبلغ دعوه الله الى الناس هذا نوع من التواصي بالحق لان القران هو الحق ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق القران حق فكيف تتواصى بالقرآن من خلال نشر القرآن من خلال تبليغ ولو آية بلغوا عني ولو آية من خلال أنك تساهم في نشر معلومة على الأقل بين الناس وتواصوا بالحق الله هو الحق والجنة حق النار حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف تتواصى بالحق تسلك الطريق الذي يؤدي بك الى الجنة، انت الان تتواصى بالحق لان الجنة حق. تبتعد عن طريق النار، انت تتواصى بالحق لان النار حق وسوف يصلاها الكافرون والعياذ بالله، وانت ابتعدت عنها فانت تواصيت بالحق، وهكذا كل ما هو حق تتواصى به. ان تؤدي الامانات الى اهلها هذا تواصي بالحق، ألا تأكل أموال الناس بالباطل هذا حق، ألا تسخر من إنسان هذا تواصي بالحق، ألا تظن بإنسان سوءاً، ألا تؤذي إنسان بريء، ألا تمارس النميمة والغيبة ضد إنسان بريء هذا تواصي بالحق، وختمت هذه السورة العظيمة بكلمة عظيمة هي مفتاح الجنة، هي التي تدخل بها إلى الجنة بغير حساب. وتواصوا بالصبر وهنا ملمح لطيف جدا أخبرني به أحد الأحبة أن كلمة الصبر بكل مشتقاتها وردت مئة وثلاث مرات في القرآن كم مرة وردت الصبر؟ مئة وثلاث مرات يعني اصبر فاصبر الصابرين صابروا اصبروا يصبر تصبر إلى آخره تصبرون كل مشتقات الصبر عددها في القرآن 103 كلمات آخر كلمة أين وردت في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه آخر كلمة هذه الكلمة رقمها 103 يعني بين كلمات الصبر رقمها 103 هي آخر كلمة ورقم سورة العصر 103 نفس رقم الكلمة سبحان الله انظر مع إلى هذا التناغم أن الله عز وجل وزع الصبر في القرآن وجعل آخر كلمة التي رقمها 103 وضعها في في السورة رقم 103 هذا من إعجاز ولطائف القرآن العظيم ليدلك على أهمية هذه السورة وأهمية الصبر فالصابر أخي الحبيب الصبر هو علاج للأسف في الغرب وفي العالم الغير مسلم فقدوا لذة الحياة النسب عاليه من انسان يتخلص من حياته انسان يكتئب في امريكا فقط 27 مليون مكتئب في دراسه منشوره على موقع سي ان ان تحدثنا عنها هناك نسب عاليه من الاغتصاب نسب عاليه من الامراض النفسيه الى اخره كلها سببها عدم الصبر عدم الصبر لان ليس لديهم ثقافه الصبر نحن لدينا شيء اسمه ثقافة الصبر منهاج تتبعه في حياتك لذلك القرآن ذكر الصبر 103 مرات لأهميته لأنه هو سبب في دخولك الجنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أنت تدخل الجنة بغير حساب بسبب الصبر والصابرين على ما أصابهم يوم القيامه الملائكه تاتي لفئه من الناس تقول لهم سلام عليكم فئه من الناس قليله بماذا بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فايات الصبر في القران ايها الاحبه ايات كثيره مثلا والله يحب الصابرين هذه تكفي هذه الايه تكفيك اخي الحبيب إذا أحبك الله ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني أنت ملك من ملوك الأرض إذا أحب إنسان ملك وهو عبد ضعيف سيموت بالنتيجة يعني. هذا الملك إذا أحب إنسان هذا الإنسان يقول لك أنا مشاكلي كلها حلت، أنا في قمة السعادة أنني حصلت على محبة هذا الملك، طيب كيف إذا حصلت على محبة ملك الملوك ومالك الملك سبحانه وتعالى <applause> كل امورك ستمشي الرزق سيزداد الشر سيحفظك الله منه الله هو الذي يحب والله يحب الصابرين طيب في حياتك اليوميه تحتاج لمن يعينك تحتاج لمن يسندك تحتاج لمن يرشدك تحتاج لمن يحفظك تحتاج لمن يدلك على الخير والله مع الصابرين والله مع الصابرين يعني الله سيكون معك سبحان الله. سيكون معك في كل ثانيه بحياتك اذا مشيت في قضاء حاجه الله معك. اذا اردت ان تسافر او تدرس او تقوم باي مشروع الله معك يدلك على الخير. اذا اردت ان تتعلم الله معك يد... يعلمك واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أردت أن تقوم بتجارة الله معك أيضا يدلك على الطريق الصحيح إذا أصابك مرض الله معك يدلك على الشفاء الصحيح إذا تعرضت لأذى الله معك يحفظك وهكذا إن الله مع الصابرين انظر معي إلى فوائد الصبر الكبيرة جدا فهذه السورة صحيح هي سطر ولكن انظر نحن الآن في دقائق قليلة كم فائده لمسنا لهذه السوره والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من الصابرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق.